السلام عليكم ورحمة الله. للبيع شقة في منطقة يالنجك، الدور السادس، شقة رقم 11، 4 غرف وصالة. ندخل نشوف الشقة. مساحة الشقة طبعا 195 متر مربع. أول ما ندخل عندنا المدخل هنا، على يسارنا على طول الصالون، ما شاء الله تبارك الله، مساحتها واسعة وشرحة. نجي نشوف إطلالتها من الصالون، لها بلكونة مشتركة ما بين الصالون والمطبخ. نطلع نشوف البلكونة، ما شاء الله تبارك الله، لها إطلالة جميلة جدا على الطبيعة وعلى البحر. طبعا الشقة داخل مجمع سكني، قريبة من مول جواهر، قريبة أيضا من المطار، تبعد تقريبا 5 دقائق من المطار و10 دقائق من ميدان طرابزون. نجي هنا على اليسار عندنا المطبخ، طبعا دواليب المطبخ جاهزة وراكبة. زي ما قلنا هذه البلكونة المشتركة ما بين المطبخ والصالون، وهذه إطلالتها. نجي هنا عندنا الغرفة الأولى، وهذه الغرفة الثانية، عندنا هنا دورة المياه الأولى وانتو بكرامة، دورة المياه الثانية أو البانيو، دورة المياه الرئيسية. عندنا المساحة هذه ممكن نستخدمها كمستودع، وعندنا مخرج الطوارئ ممكن نحط فيها الغسالة وأدوات التنظيف. وهذه الغرفة الثالثة، طبعا لها دورة مياه خاصة فيها وبانيو. وعندنا هنا غرفة النوم الرئيسية، برضو لها دورة مياه خاصة فيها وبانيو، ولها بلكونة خاصة فيها. نطلع نشوف بلكونتها، طبعا الشقة داخل مجمع سكني. عندنا في المشروع ألعاب أطفال، جلسات عائلية، ملاعب،
مواقف سيارات مغلقة، مواقف سيارات مفتوحة، حراسة أمنية، كاميرات مراقبة. ومنطقة يالنجك معروفة بأنها قريبة من الخدمات ومن أشهر المناطق في طرابزون. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.